تسمى هذه التقنية كوسا كاتاتي دوري. في كوسا كاتاتي دوري إيكيو أوموتي تشير كوسا كاتاتي إلى حركة الإمساك. الخصم يهاجم بنفس الطريقة، لذلك تبدأ بنفس القبضة، لكن الحركة هنا أوسع قليلا من سابقتها. قمت بعمل كوسا كاتاتي دوري نيكيو أورا في تقنيتنا السابقة، حركة دائرية صغيرة ستجعل دائرة أوسع هذه المرة. ارفع يدك على نطاق واسع وادفع مرفق الخصم نحو رأسه. بهذه الطريقة تكسر هجومه وتوازنه. قم بتنفيذ هذه التقنية في ثلاث خطوات: الخطوة الأولى نحو المساحة المفتوحة، الخطوة الثانية تجاه الخصم، الخطوة الثالثة والأخيرة يجب أن تهدف إلى المساحة المفتوحة مرة أخرى. ثبت خصمك عن طريق إمساك ذراعه بزاوية أوسع، ثم قم بتثبيت خصمك عن طريق وضع ركبة واحدة بالقرب من الكوع والأخرى بالقرب من الجانب. كما قلت، سوف نمارس هذه التقنية من كلا الجانبين يسار ويمين. الآن دعونا نكرر هذه التقنية لمدة 3 دقائق دون استعجال من فضلك. يمكنك إلقاء نظرة على الشاشة من وقت لآخر. Thank you.
آمل أن لا يكون لديك الكثير من المشاكل في تنفيذ التقنية. يجدر بنا أن نكرر أن يكون كلا الجانبين ناعماً ومرناً أمر مهم للغاية. بهذه الطريقة يمكنك تعلم التقنية بسهولة وتقليل مخاطر الإصابة وإيذاء بعضكما البعض.